ودي في البيت، رجال البيت ما نقدر يعني. ما دام إنه كذا. إيه. يلا مرحبا. يلا أدخل كذا ولا مرحبا وهلا ولا. هلا الله يحييكم. الله يبارك فيك يا بحوري، والله إني مشتاق لك وفاقدك كثير. ما عاد أنت تصنع محتويات معي ولا عاد. خلاص. المحتوى حقي احنا من المحتوى لك عبودي. طيب ليش ما عاد تصنع محتويات؟ المحتوى ايه انت دوج هذا من الديره. لا هذا الشمال. ايوه من الديره الى الشمال. طيب اروح للبلنا الشمال الديره. طيب انت شو مزعلك؟ شو مزعلك يا قلبي؟ شو مزعلك انت؟ شو مزعلني؟ ايه منك؟ ليه ما لا لا ما هم مني. عبودي ما يبي يجي. رجال مشهور. انا تونس اللي شفته. يا قلبي تونس. طيب هل تعلم انه مكشه شدت من الحاره؟ والله ايون. البقاء حبيبي. بحر راح طلع يقولون مكشه شدت من الحاره وراح لحق. الله يسعدك اخويا. السلام عليكم على القوه يا معزبنا. ما شاء الله بعد عندك واحد يا اخوي من الباب تعبت كل شيء مرمي. بسم الله ما شاء الله. الله يخلي يوم لك. الله يخلي يوم لك. بس والله سببوا زحمه في الحاره يا ابو حش. ما يا زيري. لا لا ما والله ما ده الصقور. تدري عاد وش مشكلتها يا ابو حشر؟ مشكلتها اكلت مشكلتها على وراها اللي من اول يوم من دار الطيقه هذا وراها. لا والله حمامه ماتت ولا اللي صورته معانا من بعدها صقورهم ما فيها غير العافيه. حمامه ماتت. ايه ضحكت عليها. حمامه ميته مريضه مكرين الصقور. رجيل غلطانين ذابحين الحمام ومخلينها تبرد مكني اسكت. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل يا بحر. اللي صورتهم اخر مره كلمتهم تواصلت مع احد منهم؟ عشا من انت معشي يا ابو حشر؟ انا اتمنى انك ما تدق. والله يا مرعى يا قلبي. الله تبارك. لا اله الا الله. اذكر الله. تعوذ بالشيطان. حق 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 هذا علامه. هاي الكذاب. ها يا ابو ما شدت. ما هي؟ مكشة؟ ايه ما شدت. وانت ايش عليك منها؟ شدت ولا ما شدت؟ الحارة بدونها ما... وش اللي مزعلك طيب يعني؟ وش بتستفيد يعني؟ هذا انا احب اقرب يحب البنات شوي. ها؟ إن انا مات عيوني الناس جيني الماء انا حساس واستنزلي للراس ما تطيبوني كادي. والبوه بنت الكلب اطعني عليها. ما اعرفها. اهلا وسهلا بالغالين حياكم الله. ملايين يا هلا. ارحب الله حي. تحنحن من هنا لبكره ماني بعيد السنابه. احسن عشان يقولون لي تحنحن. رجعت مع صلاة المغرب ومريت على الوالدة الله أن يحفظنا أمهاتنا إن شاء الله وأمهات المسلمين كلهم. قولوا أمين ويطولهم في عمارهم. راني أستانس عند أمي. أمي طبعا عندها نظام إذا منك دخلت مع الباب تبي تدخل عندها في البيت فيه سلة كذا عند الباب تصمد جوالتك وتحطها فيها كأنك جاي تراجع معاملك. المهم أن تنسى نفسك إذا دخلت عندها وأقعد أتذكر أنا وياها وتذكر الماضي. كل شيء نوب تسولف معنا تحبون نوب جلمود اي لا هي حنون الصراحه يعني. واذا ما لقيت فلوس قالت ها طرخ اقوم اطلع برا. اسكت هي الله يطول في عمرها خليها ان شاء الله. وابوي قام انها كويسه يعني حنونه مي يعني اذا جيت موسخ ملابس يمكن تصغير ولا ما تصفق ما تصفق اذني حمراء. كل ما طلعت اصلا من عند امي احس اذني حمر هذا من كثر الشوك. السؤال ما يعني والضحك من كثر الضحك من كثر ما اضحك عندها اضحك ضحك لين تروح اذني حمر. صدق والله. الحين عندي لغز لمتابعينك. وش انا؟ شيء يمشي بدون عيون، شيء يمشي بدون عيون، شكله نسيت اللغز. شيء يمشي بدون رجول. ايوه. ويبكي وما له عيون. وش انا؟ شيء يمشي بدون رجول ويبكي وما له عيون؟
ايوه صيت هذا شنو؟ السيارة؟ السيارة كيف السيارة تمشي بدون رجول؟ وإذا بغى تبكي كيف تبكي؟ مدري تلف المساعد مدري أنا اللي أعرف إنه يجيبونها شيء يمشي بدون رجول ويبكي وما له عيون اللي يعرف الحل يرسل إعلانه بسرعة حداهم يجيبونه أكتمه هيا الله بدر أبقاك الله هذا أخوي الكبير الوافي الله يحفظه الوافي؟ أي والله أنا كذب أخواني منك ما هرج زي كذا غرتب لك حاجة بس عشان يعلمني خلني أعطيك إياه وريحك هذا تدري أنت شوفني أكذب أخوانك لأن أخوانك كلهم صادقين يعني نسبة كذبي بسيطة ترى ما تشكل 1% من عالم الكذب هذا يوم ما تشكل 1% الحين أنت ما تعلمني يوم ما هل الطيور الغلابة ذلك اللي رايحين تمشون يتوسعون خطرهم بطيورهم تروح تصورهم ثم تذبح 3 في يوم واحد أنت ما تخاف الله هم ما يعرفون مكلين حمامة باردة باردة ذابحينها قبل ساعة مكلين الطيور والحمامة طلع معها ملاريا كلام الطبيب البيطري ملاريا؟ إيه؟ ملاريا ولا خابر وشان هي تدري وش ينطبق عليهم هذولي؟ إيه؟ ولا ما تدري؟ وش؟ هل الصقور اللي رحت معاهم وصورتهم واصبح ماتت الثلاثة اللي صورتها؟ هذولي يشيلين الغانمين هذولي طال عمرك ينطبق عليهم مش ترى لنا خرج ما أدري عن الحية اي والله ما انت وياه العلم اللي يجمد عليه الشارب تمام تمام اذا جو الرجال الحين حركات ورعين مناقز فوق المراكي تجلس على المركه ما في تاكل من التمر ما في تجلس انت وياه مؤدب ومحترم انا هرجكم ما هرج نفسي واحد يحك حك عينه وواحد يحك حك راسه هلا وبعدين سم طيب سلام ترى انتم تعرفون هيبتي وما وريتكم العين الحمراء يعني هيبتي في البيت هذه معروفه ما حد يقدر يتعداها ما عندي شيء هيبتك انا ما ادري انا هيبتك قصدي كذا ايوه ممتازه بس اصبح ما ادري انا مصدق ترى مصدق اصبح ما ادري عندك شيء انت يا دنفوس كذا ايوه بس اللي جاتك امي كذا قم 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 سوي تتمم معي تضحك قم جيب التمر قم قم بسرعة قم قم يلا